رأيكم أن نتعرف سريعاً على آخر تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ البداية مع ماسنجر الذي أعلن فيسبوك أن الشركة المالكة للتطبيق تفكر في إتاحة خاصية مسح الرسائل إلى جانب حذفها من الصندوق الوارد الخاصة بمستلم الرسالة. فلو تم تطبيقها إلى أي مدى يمكن أن تكون مفيدة؟ خاصة أن ماسنجر كان قد أتاح منذ فترة خاصية الحذف التلقائي للرسائل بعد فترة يتم تحديدها. ومن فيسبوك إلى تويتر الذي أعلن أنه منذ عام 2015 علق أكثر من 1,000,000 حساب بسبب الترويج للإرهاب، مشير إلى أن جهود المنصة جعلتها مكانا لا يرحب بالدعوة إلى العنف. ما رأيكم أن نذهب الآن إلى الأردن لنستقبل ضيفنا علاء شخشير خبير تكنولوجيا الخدمات الرقمية ليطلعنا على آخر تحديثات وأخبار التكنولوجيا. مساء الخير علاء. أهلا نورهان، كيف حالك؟ أهلا بك علاء، دائما نسعد بك في شير لتطلعنا على الجديد. ما رأيك أن تخبرنا بجديد فيسبوك وما هو خطوات القادمة لمحاربة الصفحات الكاذبة على فيسبوك؟ هلا كلنا بنعرف انه فيسبوك واحده من اكبر التحديات اللي بتواجهها دائما اللي هو الفيك نيوز او خلينا نحكي الرومرز. فاخر شيء عملته فيسبوك بهذا الموضوع اللي هو صار اذا واحد من اصدقائك انت عم بيحط اي فيديو او بيحط اي فيك نيوز او خلينا نحكي بشكل عام عند اي خبر راح يكون في بالزاويه حرف اي صغير موجود، حرف الاي هذا بس الواحد يكبسه راح يلاقي عليه شويه معلومات عن الخبر اللي اوريدي محطوط على الانترنت، فممكن يلاقي مين الببلشر او الكاتب تبع هذا الخبر، ممكن نشوف فيه كمان اخبار تاني برضو مرتبطة بهذا الخبر، ممكن نشوف على الخريطة مين في ناس عملوا شير للخبر هذا وين موجودين، وزائد مين من أصحابك عملوا شير لهذا الخبر. فالواحد هيك صار ممكن يتأكد أكثر إذا الخبر اللي موجود خبر صحيح أو مش صحيح، وصار ممكن يعرف مثلا إذا خبر معين كهذا الخبر صحيح راح يكون كتير ناس عم بتحطه، بس إذا كان خبر مش صحيح راح تلاقي إنه مش الناس عم بتحطه، فهيك صار ممكن واحد يتأكد أكثر من صحة الخبر اللي بحكي. أعتقد هذه الخطوة ستفيد كسولين، يعني هناك بعض الأشخاص لا يهتمون كثيرا بالتأكد من صحة أو مصداقية الأخبار، فستكون معلومة يعني على رهن على بعد كبسة صغيرة. طيب خلينا نروح معاك ونتعرف على جديد التكنولوجيا ونبدأ مع المساعد الشخصي لأمازون أليكسا. ما هو جديد أليكسا هذا الأسبوع؟ هلا أليكسا كلنا عم نشوف يعني تقريبا كل اسبوع عم بحكي عن ابديتس عم بتكون موجوده عندها. اخر ابديت موجود عند أليكسا اللي هو اسمه أليكسا برودكاست. أليكسا برودكاست هو ببساطه اذا في شخص في عنده بالبيت تبعه اكثر من جهاز أليكسا موجودين، هلا صار ببساطه بس بيحكي مثلا أليكسا برودكاست بيحكي كلمه معينه فكل اجهزه أليكسا اللي موجودين بيحكوا نفس الجمله. فمثلا اذا في عندي مثلا اكثر من أليكسا وبدي احكي للاولاد تعالوا كلكم على المطبخ بقول أليكسا برودكاست كم تو كيتشن، فكلهم بيحكوا هاي الشغله. طبعا هاي الشغله ليش عملوها أمازون؟ عشان هي واحدة من الفيتشرز اللي موجودة عند جوجل، وكل الناس كانت تتقارن إنه جوجل موجود عندها الشغلة مش موجودة عند أليكسا، فعشان هيكم عملوها. وحتى الناس اللي عندهم موبايل أبليكيشن عندهم بس واحدة أليكسا صار ممكن عن طريق الموبايل يحكي هاي الشغلة وتصير أوريدي بلشت تقليد وخلاص يعني من الآخر. طيب خلينا نروح لجوجل وتحديدا هاتف جوجل بيكسل 3، هل من إضافات جديدة؟ هلا جوجل بيكسل 3 لهلا ما اجانا اي خبر عنه او ما حد بعرف عنه اي شيء، بس تعرف في ناس دائما بيكونوا عم بيحاولوا يشوفوا بالكود يشوف ايش في شغلات موجوده. فاخر شيء كان في سوفت وير موجود بهذا السوفت وير تابع لشركه جوجل، لما الناس صارت تشوف بالكود تبعته في شيء اسمه HAL اللي هي اللغه اللي بتحكي بين الجهاز نفسه كهاردوير والاندرويد نفسهم، فلقوا في شويه معلومات عن كود نيم جديد وهو اللي هم توقعوا انه يكون بيكسل، فكانت هاي بدايه النور ان الناس تحكي انه بيكسل جديد بيكسل 3 راح يكون موجود وراح تعلن عنه جوجل قريبا. على هواوي يعني تدخل بقوه هذه الاعوام القليله الماضيه ودائما تقدم اشياء جديده، يعني دخل بقوه في منافسه شرسه، ويقال أن هاتف هواوي الجديد P20 هو هاتف ثوري، فماذا لديك لتخبرنا عنه؟ هلأ هواوي صراحة صار لها آخر أكم من سنة عم تعمل جهاز أجهزة كتير ممتازة. فمثلا جهاز P20 نزلوه جهاز P20 Pro، بس بدنا نحكي عن P20 Pro هو يعتبر جهاز فيه 3 كاميرات موجودة في الخلف
الكاميرات اللي موجودة عليه هم بدقة، في واحد منهم بدقة 24 ميجا بيكسل، وفي بدقة 40 ميجا بيكسل، وفي كمان كاميرا ثالثة. وكاميرا السيلفي نفسها عم نحكي عن 24 ميجا بيكسل. الميموري اللي موجودة فيه الرام عم نحكي عن 6 جيجا بايت رام، عم نحكي عن 128 جيجا ستورج. فواحد من الأجهزة كتير فخمة وكتير متوقع يكون موجود إلها يعني بالتصوير وبالكاميرا تبعته، راح تكون ياخذ من أول المراكز في العالم. يعني هل فعلا ستكون افضل كاميرا في العالم هي هواوي بي 20؟ هلا حتى الان في ويب سايت اللي هو دي اكس او مارك، هو هذا الويب سايت بيقيس قديش جوده الصور، خلينا نحكي بيس اذا كانت سواء كانت كاميرا او عدسه او تليفون. فالرانك تبع البي 20 هلا اوريدي ماخذ هو 109، هو رقم واحد البي 20 برو، وبعديه في 102 العادي. واذا بدنا نحكي على باقي الاجهزه مثلا الاس 9 ماخذ 99، والايفون 8 بلس ماخذ 94. فعم نحكي عن فارق تقريبا 10 نقاط بينه وبين اول تليفون بعده، فاكيد الكواليتي بتاعته تستحق انها تكون المركز الاول هاي السنه. طيب حنشوف. علاء، ما رايك ان تخبرنا قصه اي بي ادرس 1.1.1.1؟ اوكي. هلا في شركه اسمها كلاود فلير. شركه كلاود فلير هاي متخصصه انه تو بيلد ا بيتر انترنت، عشان يكون الانترنت افضل للجميع. بشهر بتاريخ 1/4 اوريدي اعلنوا انه 1.1.1.1 هو هذا الاي بي ادرس الجديد تبع الدي ان اس. اغلب الناس كانوا مفكرين انه هاي وحده من كذب نيسان، بس هم اوريدي اعلنوا انه عشان يكون الانترنت احسن، الاي بي ادرس هذا ممكن انت تستعمله بالاجهزه تبعتك سواء كانت موبايل او لابتوب، عشان تعملهم از دي ان اس، ويكون التصفح تبعك اسرع من اي دي ان اس ثاني ممكن تستعمله. لما الناس تستعمل الدي ان اس دائما يكون في عندها تخوفات من البرايفسي، وهم اعلنوا انه عشان خصوصيتك احنا نحميها، وهي شيء كثير مهم عندنا، راح يضلهم موجودين بس ل 24 ساعه البراوزنج هيستوري تبعك، بعدين كله بيروح. فهي واحده من الخطوات اللي كثير ممتازه اللي موجوده بكلاود فلير بالدي ان اس الجديد ال 1.1.1.1. كل الشكر والتقدير لك علاء شخشير، خبير تكنولوجيا الخدمات الرقميه، دائما تعطينا ملخص سريع لاهم التحديثات واخبار التكنولوجيا. شكرا.